I'm Kathleen Broers, director of the Hermitage. أنا كاثلين بروز مديرة متحف الهرميتاج في أمستردام. نحن هنا في الفناء الداخلي للمتحف. Hermitage Amsterdam is a Dutch museum. الهرميتاج أمستردام هو متحف هولندي مع شركة فريدة من نوعها مع دولة الهرميتاج في سانت بيتسبرغ. يقع متحفنا على نهر أمستل تماما مثل موقعه في دولة الهرميتاج على نهر نيفا. لقد حققنا تجربة شاملة، قاعة عامة جميلة ومطعم فاخر، متجر لطيف ومعارض رائعة في مبنى ذي هندسة معمارية رائعة. خلف الواجهة الزجاجية لمتحف الهرميتاج البالغ اتساعه 102 متر توجد واجهة خلفية من مبنى أثري يواجهها من كلا الجانبين الحديقة الداخلية. وعلى الجانب الآخر يطل على نهر أمستل مع البيوت على القناة الأصلية والقوارب، لذلك ترى أمستردام القرن 17 من مبنى من القرن 17. يعكس التاريخ هنا المساحات الأصلية والأشياء التي تشكل جزءاً رائعاً لتجربة المتحف الشاملة. تعرض بانتظام الكنوز الفنية بهرميتاج أمستردام من متحف هرميتاج من سانت بيتسبرغ. تعرض في قلب هذا المبنى الرائع مجموعة واسعة من المجموعات الفنية الدولية. غالباً ما تنظم معارض التصاميم الحديثة في محاور ومواضيع تاريخية، ولكن تقام معارض ضيوف مثل هذه من مبادرة متحف أمستردام ومتحف ريكس العصر الذهبي الهولندي. إنه أمر مربك جداً، وبما أنهم ينظرون إليك حقيقة تشعر وكأنك قد قابلتهم. رائع، بحيثك أنك تتساءل من هم هؤلاء؟ ماذا يفعلون؟ كيف كانوا يفعلون ذلك؟ هكذا ومن جميع الجوانب يعرف هرميتاج أمستردام كيف يفتن الزوار.